تعلن انطلاقة الشوط الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، شوطنا الخامس وهو الشوط الخاص بالفطامين البكار، أعداد هائلة تشارك في هذا الشوط، نسير مباشرة بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك متعب اللي قادة المجموعة لعبد الله بن بخيت بن مسعود الكتبي، ولكن التغيير للشاهينية لمحمد بن هلال بن عرطي اللي انطلقت واندفعت بناموس هذا الشوط. المركز الثالث الشاهينية لخليفة بن محمد بن عامر العمري، وعلى مستوى المركز الرابع القدوم أيضا والتسلل مع الشاهينية بشعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي خامس الانطلاقات. من الجانب الآخر وصلت الأسامي، وصلت التحديات مع هذا الانطلاق المتميز، وشواهين لسعيد بن حمد بن هادي الأحبابي، من يقدم شواهين بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع. ولكن أرى الأسامي بدأت تغترب من بعضها البعض، والظبي قادمة بكل قوة لسعيد بن سالم بن عامر العامري، يقدم الظبي اللي بدأت تتسلل في هذه اللحظات، تنطلق بالصدارة والمقدمة، ما شاء الله تبارك الله، الظبي من الجانب الآخر بفارق راس تتقدم لسعيد بن سالم بن عامر العامري، ولكن التحديات مع الشاهينية لمحمد الهلال بن عرطي الحميري، والاسم القادم سيوف لحمد بن قضيب بن مصبح الكعبي، ولكن ارصد لي القادمة بكل قوة من الجانب الآخر ما شاء الله تبارك الله، حدث لعبد الله بن سالم بن مصبح الكتبي، اللحظات الأخيرة، وحدث هي الأقرب لناموس هذا الشوط، عبد الله بن سالم بن مصبح الكتبي ينطلق بتحديات حدث ولحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني من مفاجأتنا في اللحظات الأخيرة راهية لمايد بن سليمان المالكي، المركز الثالث بشعار محمد بن هلال بن عرطي الحميري، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، دقيقتين 16 ثانية وتوقيت حدث، تهانينا لعبد الله بن سالم بن مصبح الكتبي، تهانينا للجميع والناموس.